المكونات برضو بالنسبة لها الداخلية تحت السبرينج، تحت السبرينج وتحت الدليل بتاع النيدل بتاع السبندل. السبندل ده التركيب بتاعه بالنسبة له له وضع تركيب عدل بتاعه، بحيث ان هو يبقى ايه في الجنب ده اب والجنب ده هو ايه داون، على اساس ان هو ايه يبقى دايما ده ملامس بالنسبه لايه الوضع بالنسبه للحامل بتاع الايه بتاع السوسته. ماشي. المكونات بالنسبه لايه ان هو قلنا حامل جسم الايه جسم الرشاش. في عندنا هنا اهوت ادي ديت المكان بتاع ايه المكان بتاع كومبريشن نط اللي هي صاموله الايه صاموله ضبط الايه ضبط الضغط ضبط صاموله ضبط الضغط بالنسبه لها ان هو كل ما تيجي بالنسبه لها تربط هتزود بالنسبه لايه هتحمل على السوسته اللي موجوده ديت هترفع الايه الضغط. لو انت بالنسبه لها حليت يبقى طبعا هيقلل الايه الضغط بالنسبه لايه بالنسبه للرشاش. تاني حاجه عندك بالنسبه للمكونات الحامل على راس الرشاش هنا عندنا 1 2 3 4 دول 4 مسامير بالنسبه لتثبيت الايه الرشاش. في عندك 2 هنا هو بالنسبه لدخول وخروج ميه الايه ميه التبريد. في عندك 2 تانيين بالنسبه لها اهوت اللي هو موضوع الزرجينه ان انا اقدر ايه ارفع بيهم ايه ارفع بيهم الرشاش. ادي بقى بالنسبه للمكان اللي هو ده هنا عندك ايه مكان بالنسبه لهنا اللي هو موضوع البليدنج او ده اخذ الهواء منين اخذ الهواء من الرشاش. بعد ما بنعمل له صيانه طبعا جسم الرشاش بيبقى ايه جسم الرشاش بيبقى ايه بيبقى فاضي من الوقود. فطبعا لما نحطه بالنسبه للتست لازم يبقى ايه الوضع بتاع بالنسبه لاخذ الهواء ده يبقى لازم ايه تحل سنه ولغايه ما تكبس بالنسبه للبريشر الضغط الوقود هيطلع لنا بالنسبه للهوات اللي هي فقاعات الهواء لغايه ما تبطل تخرج بالنسبه لفقاعات الهواء تبدا تربط عليها يبقى احنا خلصنا منها بالنسبه لفقاعات الهواء الموجوده في جسم الايه جسم الرشاش. الحته المكان العالي الثاني اللي هو الموجود الوحيد هنا ده اللي هو بتاع ايه هاي بريشر بايب اللي هي واصله ما بين ايه ما بين ترمبه الحقن وما بين جسم الايه الرشاش. الداخل بالنسبه للوقود بيخش بالنسبه لهنا اهوت بيخش هنا اهوت على ايه جسم الرشاش بالنسبه لهنا يجي بالنسبه له على الوضع بتاع ايه داخل الوقود على المسوق على المكان اللي هو الهول اللي هو ايه الضغط العالي اللي موجود ده. المكان اللي هو ده لازم يبقى منطبق تماما على الخرم بتاع الايه دخول الوقود على الضغط العالي. ايه اللي بيظبط دول ان هم يبقى عندك ان هو 2 ايه 2 دلايل يظبطوا على الاثنين دلايل الموجود بحيث ان انت وانت بتقفل يبقى على الوضع الايه على الوضع اللي موجود ده يبقى ده ادي دخول الوقود وادي 2 تبريد داخل وخارج يبقى برده منطبقين على الداخل والخارج في جسم الرشاش. وبعدين بالنسبه لهنا اهوت ايه دول الدلايل عشان تظبط الايه الوضع بتاع ايه الرشاش. ماشي. يبقى ده التركيب بتاع الايه بتاع الرشاش. هنيجي بالنسبه لهنا اهوت ايه بعد ما عملنا بالنسبه لموضوع الايه هنا ان بالنسبه لهنا نعمل لها عمليه روديه بالنسبه لدي وجسم الرشاش هنا مع جسم الفونيا هنا مع جسم الرشاش يبقى لازم نعمل لها برضه عمليه ايه لابنج بحيث ان انا ايه اضمن بالنسبه للسطحين يبقوا ايه يبقوا لامسين على بعض ويكون السطح يكون املس جدا وما فيش ايه اي خدوشه او اي حاجه بالنسبه لحاجات مش نظيفه بالنسبه للوقود. وادي بالنسبه للايه الصاموله اللي هي الحامل بتاع حامل الفونيا اهو هيتثبت مع جسم الايه مع جسم الرشاش. وادي بالنسبه لايه هنحط الدليل بالنسبه لهنا ادي الدليل اللي احنا ايه اللي احنا حليناه اهو ادي الدليل الايه الدليل اللي احنا حطينا بالنسبه لهنا وادي بالنسبه لايه ادي السوسته دي هتبقى ملامسه للنيدل للسبندل ودي موجوده على ايه على السوسته. وادي ده كده هنا كده وبعدين نبدا نركب على ايه على الموضوع الايه موضوع الكومبريشن نط اللي هي بتظبط الضغط بتاع الايه بتاع الرشاش. كل الرشاش بالنسبه للمكنه الرئيسيه على حسب المتر ما يقول بالنسبه للضغط بتاعه يتراوح بقى واحد يشتغل على مكنه الضغط بتاعها كذا والتاني كذا يبقى احنا لازم نطبق التعليمات بالنسبه للايه
بالنسبه لموضوع الضغط. ادي الفتحه دي ما اتكلمناش عليها اللي هي دي الموجود دي بتاعه راجع الايه، بتاعه راجع الايه، راجع الوقت. كل الكلام ده اللي احنا اتكلمناه بالنسبه له هو ان انت ايه تظبط بالنسبه للشخص، تحدد بالنسبه له على التيست هيدي لك عدد الايه الثقوب اللي موجوده في الفونيا، عددها بالنسبه للشكل بالنسبه للرشوش اللي عندنا ده 8 ثقوب هنا بزاويه معينه بضغط معين يتوقف على ضغط الايه، يتوقف على ضغط التراب. من ضمن مشاكل الرشاش بقى بالنسبه لهنا ان انت لو الفونيا نفسها وجسم الفونيا لو بالنسبه له في خلوص واسع نتيجه طبعا، شوف انت بالنسبه للرشاش ده بيفتح ويقفل كذا كذا مره في الثانيه، كل مره في الدقيقه، كل مره عدد مرات في الدقيقه بيفتح ويقفل يفتح ويقفل نتيجه لرواسب الوقود اللي موجوده، الرواسب الموجوده ومع الفتح والقفل ممكن يبقى فيه خلوص زايد ما بين الفونيا وجسم الايه وجسم الفونيا اللي هو الحامل بتاعها. ده هيؤدي الى ايه؟ ده بالنسبه له هيؤدي الى تسهيل الايه، تسهيل الرشاش. تاني حاجه بالنسبه لهنا هو لو بالنسبه للسطح ما اتعملش روديه مظبوط بالنسبه لجسم الفونيا مع جسم الرشاش، اللي بيحصل ده بالنسبه له ميه التبريد اللي هي الموجوده ديت الوقود هيخرج مع ميه الايه، مع ميه التبريد. في عندك بالنسبه له لو الفواني بالنسبه لهنا هو اتحرقت الفواني بالنسبه لهنا نتيجه لتسهيل الوقود وكميه الوقود كبيره مع احتراق غير جيد، بنحاول ان احنا بالنسبه لمكان الفواني الثقوب اللي موجوده ديت بنحاول ان انا ايه انضفها بحيث ان هي تدي الفلو بالنسبه للفلو وقت التشغيل بالنسبه لايه للرشاش يكون جيد. ادي دي المشاكل بالنسبه لايه الرشاش. لو الوضع بالنسبه لهنا هو عندك تسهيل كده بعد ما تحطه بالنسبه لمكنه التست زي ما هنوريك، بعد ما نحط الرشاش بالنسبه لمكنه التست ويرتفع الضغط بتاعنا هتبص تلاقي الرشاش بيسيل ايه، يسيل بالنسبه للوقود هنا يحصل له عمليه ايه دريب. هنبص بالنسبه لايه لاختبار الايه الرشاش على مكنه الايه، على مكنه التست. ادي بالنسبه لمكنه التست الرشاش تربط تست بالنسبه للرشاش عليها بريشر جيج زي ما بنقول. ليه دي بالنسبه لها ترمبت اختبار لايه للرشاش، ممكن يبقى جميع بالنسبه للمكنه وبالنسبه للايه المولدات على حسب الايه الماسوره بتاعت الايه بتاعت الهاي بريشر. ودي هنا اهوت يتراوح الايه الضغط بقى اللي احنا بالنسبه له هنا اهوت على 200 و210 بالنسبه للرشاش اللي عندنا. وادي دي الخارج اللي هو ماسوره هاي بريشر بايب، وادي ده الضغط بتاع الايه بتاع الرشاش، ان انت تظبط ضغط عالي او ضغط واطي على حسب الايه الميكر. وادي دي هاند بامب هاند ليفر بحيث ان انا ايه اقدر احدد لك هنا اهوت الايه. اول حاجه بالنسبه للضغط هنا باشمهندس، هنا بالنسبه للضغط اهو، ادي بالنسبه لايه كده حقن الوقود على 200 وايه على 210. وهنوريك بالنسبه لشكل الايه شكل الايه شكل الحقن بتاع الوقود على 8 ثقوب بشكل الاتوميزيشن اللي موجود ايه. ادي بالنسبه لهنا اهوت كده على الوضع بتاع ايه بتاع الرشاش. لو بصينا بالنسبه له ولقينا بالنسبه لهنا بعد ما كبسنا بالنسبه للرشاش لقينا تسهيل بالنسبه للرشاش الموجود بالنسبه لهنا اهوت، يبقى ده في مشكله بالنسبه للنيدل مع الايه مع جسم الفني. تمام كده.